مين اللي هينزل في الانتخابات؟ مين؟ سيسو. سيسو مين تاني؟ حسني مبارك. يعني سيادتك عايزاني انام نومة زي دي في الشارع وابقى هتابع الرؤساء وتابع الانتخابات ومش عارف ايه من الكلام دوت؟ طلباتي من الرئيس القادم انه يتقي ربنا سبحانه الله وتعالى في البلد دي ويحاول كده يصلح على قد ما يقدر. عايز منه الوفاء والامل والخير. احنا عايزين الستر من عند ربنا اللي هو ربنا يحمينا، العيال تتعلم يبقى ما فيش جهل. نخش مستشفيات نلقى علاج، نخش نلقى يعني عيشه معيشه كريمه. احنا مش طالبين اكتر من عيشه كريمه بس. انا هطلب منه، انا ما اعرفش هطلب منه ايه الا مؤاخذه، عاوزه انه يمشي بما يرضي الله. انا عاوز كشكو بس. وجوزي عاجز، ابدا مقطوعه، عايز مساعده منهم. يقدر لمؤاخذه كده يغطي كل الناس البكره ويخاف عليهم ويبكي عليهم. عايزين حياه وربنا معاه وربنا ينصره لحد النبي حسين المصطفى.